تعالوا مع بعض النهاردة نجرب طريقة عمل السوشي في المنزل. هندخل بقى دلوقتي مع بعض نشوف المقادير. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هنبدأ أول حاجة خالص بالرز، الرز المصري. طريقة عمل الرز العادية جدا، هنعمل بيها رز خلاص ونسيبه لحد ما يبرد. يبرد يعني ايه يبرد؟ مش يعني يتحط في التلاجة، يعني يكون في درجة حرارة الغرفة خلاص برد. دي أول حاجة. الحاجة التانية ده خل، وحطيت عليه سكر، ده نص كوباية خل ومعلقتين سكر كبار، وقلبتهم مع بعض، تقلبوا كويس. ده خل وسكر. بعد كده خيار، يايا خيارة وجزرة، هنحتاجهم مع بعض. ورق النوري، ده ورق طحالب بحر، ده بتلاقيه فين؟ ده بتلاقيه في الهايبر ماركتس الكبيرة في الركن الآسيوي. ده بيبقى مغلف كده تغليفة كده حلوة، انا بس ايه طلعته من الغلاف بتاعه. ده هو ده الايه ورق النوري، ده هنحتاجه معانا. طيب الخيار والجزر ده عشان الحشو، انا هنا جايب كافيار. كافيار بيبقى في انبوبة كده، طبعا انت ممكن تستخدم اي حاجة على حسب ذوقك، ممكن تستخدم سالمون، ممكن تستخدم صوابع الكابوريا، حاجات كتير ممكن تحطها على حسب ذوقك وعلى حسب احتياجاتك. ممكن الافوكادو برضو، يعني بيستخدموه كتير جدا في السوشي، فانا هنا جبت الكافيار العظيم ده، فده هنستخدمه. انا جبت انبوبة وسابي، لقيتها وسابي ده حاجة يعني لا يسمح بها للاطفال ولا للكبار. هي بتبقى يعني لها طعم كده قوي كده شبه الشطة، بس احساس مختلف خالص عن الشطة، يعني بتحس ان في حرب في بقك، فده حتى انت لما تيجي تاكله ايه مش هت يعني ده نقطه كده بتحطها على طرف الشوكه وتلمسها كده بلسانك وتلاقي حاجه كده بتحصل. فالمهم يعني جبت انبوبه الوسابي دي، ده مش مرهم، ده بيتاكل عادي ده خلاص. طيب بعد كده الجنزبيل، ده فوائده كبيره جدا وعظيمه جدا، فانا جبت الجنزبيل ده هنستخدمه مع بعض. ده صويا صوص، ده مهم جدا في السوشي بصراحة، يعني ده بيفرق جامد جدا في الطعم. ده صويا صوص وحطيت عليه عسل، يعني انا جربت العسل بيه، يعني حطيت عليه عسل لانه بيبقى طعمه دايما مسكر في وانا باكله في المطاعم، فانا يعني افتكست وحطيت عليه عسل. فده صويا صوص عادية جدا عليها شوية عسل، ده مهم جدا، ده في السوشي ده يعني كدريسنج ده مهم جدا. طيب هنبدأ بقى نعمل ايه. طب هو المفروض بيبقى المفروض في حصيرة، ده اللي بتبدأ تحط عليها ورق النوري ده، بس انا عشان ما عنديش حصيرة فجبت كيس بلاستيك. فالكيس ده انا هجيبه، هجيب السكينة كده وهقطعه، ده هستخدمه كحصيرة، يعني هيبقى هو ده الحصيرة بتاعتي. ماشي، نجرب بقى السوشي في البيت. طبعا هو بتبقى اكله مكلفه لما بتاكلها بره، شطارتك في انك بس تلاقي ورق النوري ده ممكن يكون صعب شويه، بس يعني هتلاقي في الركن الاسيوي. لو في الركن الاسيوي ده الورقه كده، ده انا هعتبر ان دي الحصيره خلاص ده انا هستخدمه. طيب هنعمل ايه بقى قبل ما نحط الحصيره دي؟ هناخد الرز بتاعنا العظيم ده ونحط عليه ايه، ده الرز المصري اللي انا اتكلمت عنه، هحط عليه هنا ايه، هحط عليه هنا الخل بالسكر. طبعا يعني هو مش المفروض يعجن، فانا هحط كميه كده واقلب وادوق، وكميه تانية واقلب وادوق لحد ما يظبط. يعني هاخد كده ايه معلقه واسقيه. كميه الخل للسكر للرز، انا قلت طبعا الخل والسكر، انا حطيت نص كوبايه خل عليها معلقتين سكر ماشي، لكن كمية الخل والسكر بقى للرز انا يعني ايه هاخدها بالشكل كده. شكلنا هننجح ولا ايه؟ مش عارف. طيب خلاص كده كفاية كده قوي. خيار، لما تيجي تقطع الخيار عشان السوشي مهم جدا ان انت تبقى عارف ان هما ما بياخدوش قلب الخيارة، بياخدوا القشرة اللي بيبقى فيها ليها نكهة وليها طعم، دي اللي بيشتغلوا عليها اكتر.
هو كده شوية اللي بيشتغل عليها أكتر. أنا كنت سمعت في الراديو حوار ما بين الفنان عبد الوارث عصر والأستاذ نجيب محفوظ، كان عبارة عن مكالمة تليفون ما بين عبد الوارث عصر والأستاذ نجيب محفوظ، بيقول له إن الكتاب القصصيين، عبد الوارث عصر بيقول لنجيب محفوظ إن الكتاب القصصيين دائما ما بيعترضوا على إن القصة بتاعتهم لما بتؤخذ لعمل فني سينما بيعترضوا إن السيناريست ما بياخذش القصة كما يجب أن تؤخذ، وإنها بتطلع مهلهلة، وإن القراء ما بيقبلوش عليها نفس الإقبال اللي أقبلوه على الرواية، لأنهم بيلاقوا إن الرواية ممتعة جدا، ولما بيحضروا في العرض فيلم السينما أو غيره ما بيتأثروش نفس التأثير. وكان سؤال عبد الوارث عصر ليه نجيب محفوظ، بيقول له هل ممكن ان الكتاب القصصيين دول يدرسوا شيء من السيناريو بحيث انهم ممكن هم اللي يقوموا بتأليف العمل السينما، او على الاقل يشرفوا عليه ويتابعوه بحيث ان هو يطلع زي ما القصة كده حققت ابهار مع القراء بتوعها وغيره. كان رد نجيب محفوظ رد عجبني جدا، قال له ان دي موهبة ودي موهبة اخرى. يعني كتابة القصة بتحتاج طريقة مختلفة عن كتابة السيناريو او المسرح او غيره، دي موهبة ودي موهبة تانية. كتابة القصة مثلا بتعتمد على الاستنباط والتحليل، لكن كتابة السيناريو وعمل الفيلم ده بيحتاج الاعتماد على عناصر الإبهار بتاعة الصورة وبتاعة الصوت وغيرها، فدي ليها ثقافتها ودي ليها ثقافتها، دي ليها أدواتها ودي ليها أدواتها، دي ليها ذوقها ودي ليها ذوقها. طبعا لا مانع من الجمع ما بين الاتنين، لكن ايه يعني الجملة برضو عجبتني قوي، قال كل واحدة فيهم تستوعب وتستحق حياة كاملة، من دراسة لاستيعاب لتطبيق، وإنك لما هتديها الحياة الكاملة بتاعتها دي هتبلغ ذروة العمل الفني بتاعتك. لكن الجمع ما بين الاتنين ده ممكن يخلي العمل اللي بينتج يبقى عمل متوسط، إنها بتبقى تجمع ما بين موهبة وموهبة أخرى، أو طريقة وطريقة أخرى، واحدة والتانية أو واحدة والتانية والتالتة، فده ممكن تبقى نتيجته إنك ما توصلش للذروة اللي بنتكلم عنها، أو توصل لدرجة الإتقان اللي بنتكلم عنها. الشكوى من السيناريست ممكن تكون عادلة وممكن تكون ظالمة، وإن دي حاجة تستحق الدراسة، وما ينفعش بقى، لازم اللي بيتفرج على القصة أو اللي بيقرأ القصة، لازم اللي بيقرأ القصة لما يروح يتفرج عليها فيلم يبقى عارف إنه بينتقل من وسيلة تعبيرية لوسيلة تعبيرية أخرى. زي ما قلنا دي ليها طريقتها ودي ليها طريقتها، ده عمل وده عمل اخر، وما ينفعش بقى يقول ايه هو الشخصيه دي في الحوار ده كانت في القصه، فين بقى هنا في السينما؟ انا مثلا مريت بتجربه شبيهه، يعني انا قريت قصه الفيل الازرق لاحمد مراد، عجبتني جدا، ولما جاء فيلم الفيل الازرق، طبعا هو برضو تاليف نفس المؤلف احمد مراد، لما حضرت الفيلم مع ان العمل كان جميل جدا وعناصر الابهار فيه كانت عاليه وكذا، الا اني برضو وقعت في فخ ربط الاتنين ببعض، فده خلاني عجبتني الروايه اكتر، القصه اكتر بصراحه، يعني ده رايي ان عجبتني الروايه اكتر. بس انا عندي برضو وجهه نظر يعني حابب ان انا اقولها، ان انا بشوف ان الروايه لما بتقراها انت بتسرح بتعيشها، طبعا دي انا مثلا بتقعد معايا ممكن شهر بقرا الروايه بقى. بس انا لما في قراءتي للروايه بسرح فيها وبرسم الشخصيات وبترسم الابعاد وبترسم الاحداث على مزاجك، على طريقتك، على كيفك، بالشكل اللي يعجبك انت. لما بتدخل الفيلم هتشوف خيال المؤلف او خيال السيناريست اللي ممكن يختلف، واللي اكيد هيختلف عن خيالك انت، وخيالك اعتقد هو اللي هيكسب. تخيل العكس بقى، تخيل لو انت رحت حضرت الفيلم وبعدين قررت ان انت تشتري رواية، اول ما هتفتح القصة هتبقى شايف الشخصيات اللي اترسمت، هتبقى شايف الاحداث اللي جت في الفيلم، هيعمل حدود
وابعاد واسوار لخيالك. يعني انا ما افضلش، انا من وجهة نظر انا، يعني انا ما افضلش ان انا اتفرج على الفيلم بعدين اروح اشوف الرواية، مش هعرف. نجيب الورقة بتاعتنا، الجزء الخشن، الجزء الخشن يكون بره، الجزء الناعم، الجزء الخشن فوق قصدي، يعني هو اللي يكون فوق هو اللي هيتحط الحشو عليه، والجزء الناعم هو اللي يكون لتحت، خشن فوق والناعم تحت، خشن فوق ده والناعم تحت. هنبدأ نعمل ايه؟ ناخد بقى الرز بتاعنا اللي حطينا عليه خل وسكر ونبدأ نحطه، بس ايه، ما نضغطش عليه جامد، نفرده كده، نفرده ونوزعه، نفرده ونوزعه كده، نفرده كده ونوزعه. والطرف هنسيب الطروف فاضية، الطرف اللي هناك ده نسيبه فاضي عشان ايه، هو ده اللي هنقفل عليه الرول بتاعنا اهو، مش عايزين نضغط عليه جامد يعني، بس ايه الحتت اللي فاضية دي نملاها كده خلاص. طيب خلاص كده احنا حطينا على الورق ده الرز، بعد كده ممكن ناخد بقى الخيار، نفرد الخيار كده، ناخد جزر الأولى دي هعملها بس بخيار وجزر، وهعمل هنجرب مع بعض واحدة تانية ممكن نحط فيها الكافيار. طبعا انت ممكن تحط هنا سلمون، لو في سلمون حط سلمون، وهكذا شريحة كده صغيرة. طيب نبدأ بقى نعمل ايه، هنبدأ بقى نرول الورق بتاعنا. ماشي، بس تمسك الكيس كده، بص قرب ده كده، بص اهو اهو، المفروض دي اللي هي كأن دي الحصيرة، بص اهو، وتضغط تضغط، بص اهو، ما بيعملوا كده تبقى دي حصيرة فتطلع مربعة شوية اهو، بص اهو، بص الرول اهو، ماشي، ترفع بقى ده وتلف لفة كمان اهو، بص اهو، وتضغط، المهم انها تبقى ايه ماسكة نفسها. ادخل بصوابعي هنا وادخل الايه الرز لجوه عشان ما يطلعليش بره، عشان عايز ده يعني ايه يقفل معايا كويس. ماشي، ضغط كده، بس حسيت انه متوزع، ممكن في زيادات تطلع من الجوانب مش مشكله، خلاص مع الاستخدام المفروض ايدينا هتاخد يعني. ماشي، بعدين ارفع والف لفه كمان كده، انا حاسس بالريحه بدات تطلع لما حطيت الخل مع السكر على الرز، والورق نفسه على فكره ليه نكهه، يعني ليه ريحه وليه طعم، ليه نكهه. فايه لما حطيت اهو، خلاص اهو، اعتقد انا كده خلصته الرول ده اهو، بدأ نشوفه سوا كده اهو، ده كده اول رول، اول رول ده لازم يتساب يهدى شويه، انا شفته كده هنا اهو يهدى شويه، يبقى نعمل اللي بعده، هنعمل اللي بعد مع يعني هشيل بس الرز الزيادة، الرز الزيادة ده ماشي. ناخد ورقة تانية، ورقة تانية اهي، زي ما شرحنا، الجزء الخشن فوق والجزء الناعم تحت، ونجيب الرز بتاعنا ونبدأ نفرد الرز. متضغطش على الرز جامد وانت بتفرده، مش
بالشكل ده اهو كده. اعتقد دي حاجة مع الاستخدام استخدامها ايه هتظبط. اضغط عليه بس ايه مت يعني ما تضغطش عليه يبوظ، انك تسيب مساحة في الاخر عشان الورق يلزق اهو. ماشي ماشي. نجيب برضو نفس الكلام خيار. خيار على فكرة بيدي طعم اكتر من الجزر، يعني الخيار بيبقى بيعجبني اكتر. يعني هحط كده خيار وجزر ماشي، وهحط بقى ايه كافيار. ده كافيار ممكن تحط زي ما قلت اي حاجة انت محتاجها. هاخد كده كافيار. طبعا الكافيار ده بيبقى انبوبة، يعني ممكن زي انبوبة الوسابي كده بس اكبر شوية. طبعا في منه انواع مختلفة يعني، بس ده النوع اللي انا هجيبه. هفرد الكافيار كده، مش عايزه يبقى كتير قوي يعني، بس يدي الطعم. اعتقد انه هيكون طعمه حلو، لكن طبعا السالمون او الافوكادو طبعا هو ليه يعني ليه طرق كتير قوي للسوشي، بس دي الطريقة اللي احنا هنجربها النهارده. ان شاء الله لما تنجح ممكن نبقى نجرب يعني حاجات اكتر وبتاع. طيب انا كده لفيت الاتنين وسبتهم يهدوا شوية. هندخل بقى دلوقتي على مرحلة التقطيع، يلا بينا. طيب هناخد كده اول واحدة. انا بحب لما اجي اقطع اخلي الحتة اللي فيها الطرف تبقى لتحت، عشان لما بتبقى لفوق وتبقى ناحيتي، عشان لما انزل بالسكينه اقطع ما افكش الورقه، فتبقى هي اللي تحت، فتخلي دي اللي تحت وناحيتك. انا بعملها كده يعني، انا يعني بحب ان انا اقطعها كده. طيب هنقطع بقى ازاي. بسم الله. بتقطع كده من النص اهو كده الاخير خالص، تاخد بقى النفس اللي صح ماشي. وبعد كده كل نص تقسمه نصين اهو. ده كمان كل نص نقسمه نصين. مش شرط يطلعوا قد بعض بالظبط يعني، خلاص اهو. ودايما ممكن هتلاقي الطروف يعني ايه ممكن تبوظ منك، يعني اخر واحدة دي ممكن تبوظ منك، فده مش مشكلة يعني. انا حتى ايه هقطع شوية الزيادات عشان ما تضايقنيش في العميل. خلاص احنا كده قطعناهم اربعة. هاخد كده واحدة كمان بقى هنا كده هنا كده شكله بدأ يبقى سوشي. يلا بعدها انه سوشي، انه سوشي يعني. خلينا برضو يعني احنا نتكلم بنقول حق ربنا، ده سوشي يا جماعة، ده سوشي اهو 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 سوشي اهو. نقطع كده كمان بحرص. طيب تقسم ده من النص كده اهو.
بعدين كل واحدة نص. طيب ده زي ما قلنا هو عبارة عن صويا صوص وحطيت عليه عسل. انا استطعمته كده يعني، انا وانا باكل بره حسيت ان هو ده طعمه فانا عملته كده. طيب انا جبت بعد كده الجنزبيل، ده بيتباع عادي في السوبر ماركت يعني، خلاص جبته قطعته قشرته كأنك بتقشر بطاطس، وبعدين قطعته شرايح رفيعة. بعد ما قطعته شرايح رفيعة خلاص اتغسل كويس، اتقشر زي البطاطس، اتقطع شرايح رفيعة. بعدين جبت حلة حطيت فيها 3 كوبايات مية وكوباية خل، حطيت كمان عليه لون أحمر لأن هو لما هتقطعه لونه هيبقى فاتح، لونه زي لون البطاطس كده فهيبقى فاتح. هما بما بيقدموه في المحلات السوشي بيتقدم بلون لونه وردي كده، فانا جبت لون احمر فحطيت ايه، جبت حلة 3 كوبايات مية زائد كوباية خل حطيت عليها لون احمر خلاص، و سبتهم يغلوا وحطيت عليهم الشرايح بتاعت الجنزبيل ده، يغلي في حدود من 7 ل 10 دقايق، قول 10 دقايق زي المكرونة كده. بعد ما غلي ال10 دقايق دول خدته وصفيته في مصفى وسبته يبرد. بعد كده حطيت عليه ملح وفركته، فرك الملح ده بعد ما يتصفى يعني، صفيه وافركه بالملح وبعدين سيبه بقى ايه يبرد خلاص. يبقى 3 كوبايات مية، كوباية خل لون احمر تقطعه تحطه خلاص، تغليه من 7 ل 10 دقايق، بعد كده تصفيه تفركه في الملح وبتسيبه يبرد خلاص. ده بقى على جنب، ده بقى على جنب. تجيب حلة تانية تحط فيها 2 كوباية خل وكوباية سكر، 2 كوباية خل وكوباية سكر، تدوبهم مع بعض كويس وتحط عليهم رشة ملح خلاص، وتسيبهم يغلوا، ولما يغلوا بتطفي عليهم وبتسيبه يبرد. بقى عندك الجنزبيل المتصفي بعد ما فركته في الملح برد، وبقى عندك الايه الخل والسكر ورشة الملح لحد ما برد. بعد كده تجيب بقى برطمان ظريف تحط فيه الجنزبيل، تحط عليه الخل والسكر ورشة الملح بعد ما تدوبه وتغلوا وتسابه وبردوا، تحط عليه ده وده بقى يتحط في التلاجة يبرد. ده مخلل المفروض يقعد في حدود 7 ايام بس، انا بس يعني لو استعجلت عليه وكلته هيبقى كويس يعني، هيتاكل مش هقول لك لا خالص يعني. لو ما تعمل بقى الخطوات دي كلها ده بيطلع الشكل النهائي بتاعه، جنزبيل زي اللي بتقدم بالظبط في المحلات، وطعمه نفس الطعم نفس الطعم. تعالوا بقى نقدم مع بعض السوشي. انا عارف ان فيلم الفيل الازرق دلوقتي موجود في السينمات، وكنت قريت النهارده ان هو تخطى حاجز ال 81 مليون وفي طريقه ناحيه ال 100 مليون، وان هو ممكن يكون من اكبر الايرادات اللي حصلت في تاريخ السينما. قولوا لي برضو رايكم ايه عن فيلم الفيل الازرق، حابب ان انا اعرف رايكم لان انا فعلا بفكر ان انا ادخله. بكده نكون عملنا مع بعض السوشي في البيت، اتمنى يكون عجبكم. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في مرات جايه وافتكاسات تانية من افتكاساتي. شكرا واراكم قريبا ان شاء الله.